مسا الورد، مسا الإيجابية. صعب جدا أني أكون موجودة في محطة زي المحور، وهي المحطة الفضائية المصرية الأولى اللي طلعت في بلدنا وكبرتنا وكبرنا معاها، إلا وأن أتحدث عن الفكر الذي يسير هذه المحطة، الروح اللي هي جاية بتوجيهات من مفكر، من رجل بنى جامعة وجامعات، بنى وشارك في سينا. هذا الرجل اللي عنده مجلس لكي يطرح فكره هو الدكتور حسن راتب. دكتور حسن راتب هو جزء من قوة كبيرة في مصر، هي القوة الناعمة. ايه هي القوة الناعمة؟ يعني زي ما في عندنا القوة اللي هي الجيش والشرطة ورئيس الجمهورية العظيم السيسي، واحنا كشعب في عندنا قوة تانية ماشية عشان تبني مصر، اللي هي القوة الناعمة، يعني وسائل الإعلام كلها، الآداب، الفنون، الرسم، وأيضا السياسة الدبلوماسية. كل هذه الأمور مجتمعة تدخل في منطقة واحدة، وهي منطقة القوة الناعمة. هي ناعمة، بس هي قوة. الدبلوماسية ممكن إنها تحل مشكلة حرب مع دولة. تصوروا قد إيه عظمة الدبلوماسية وهي من القوى الناعمة. هقول كده حاجة بلدي. عم محمود حارس عقار في المعادي، عم محمود شافني قال لي: يا مدام مادلين، كنت بتتكلمي في المحور في مسا الورد عن برنامج إنه مش لازم نضرب العيال. لا، أنا مش معاكي. لازم في التربية الحديثة يرجع ضرب العيال، علشان بقوا مش مؤدبين. انت ليه بتقولي انه يمنع ضرب الاولاد؟ ايا كان، مش هخش في موضوع التربية ده ولا في موضوع اللي هو ايه الصح وايه الغلط، لكن عايزة اقول ان انا من المحور اثرت بعم محمود. ابسط الامثلة، يعني حاجة مثال عادي. اذا هناك قوة ناعمة فعالة في هذه البلد، وعلينا إحنا إنه نحترم جداً إنه الإعلام والآداب والفنون نحترم بإنها تشكل قوة ضاربة.